يا صباح الخيرات، عن جديد صار الوقت لحتى نبدا معكم باولى فقراتنا يلي رح نحكي فيها عن طبيعتنا نحن البشر يلي بنفكر فيها بالدقيقه يلي راحت والدقيقه يلي عم نعيشها والدقيقه يلي بتجي واكيد شو رح يصير معنا هلا وبعدين وبالمستقبل، وحتى مشاكلنا واهدافنا بنفكر فيها كثير زياده، ولكن الامر عند البعض بيكون اكبر من مجرد التفكير وممكن يتحول لافراط وادمان بدخل الانسان بمتاهه. هون المتاهة بخاف إنه ما بقى يطلع منها. تماماً، هاي المقدمة يلي ذكرتيها يا نور بتذكرني دائماً بفيلم اسمه Brain on Fire، هذا الدماغ الملتهب دوماً يلي من لما بيفتح عيونه لحتى ينام، طبعاً بينام بإنهاك، هو عم يفكر بالشاردة والواردة، منين بدنا ندبر، شو بدنا نعمل، قصة الأولاد، الأوتوكار، المدارس، المرض، الحرب بغزة، التفكير بيمكن أمور قشروية وأمور جوهرية ومناخد همها ومناخدها على عين الاعتبار. يعني اليوم ضمن فقرتنا رح نحاول نعرف شو يعني overthinking أو التفكير الزائد، أسبابه، آثاره المضرة، آثاره الإيجابية إذا كان له جانب إيجابي حتى، وطرق العلاج رح تخبرنا يا هون ضيفتنا بالاستديو الدكتورة عهد الهوى، دكتورة في العلاج والإرشاد النفسي. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. هيك عم نحكي عن نقطة كتير مهمة، وما بعرف إذا هذا الوقت صار فعلا في تفكير زيادة بالمستقبل، بالولاد، بكيف بدي حصل مصاري، كيف بدي أعمل، كيف بدي أساوي. لكن نحن بالبداية رح ناخذ منك إنه نحن وقت ما نفكر إمتى تفكيرنا فينا نعتبره بالحد الطبيعي وإمتى تجاوز هذا الحد وخلينا نقول صار شيء اسمه زائد وممكن ندخل بدوامة المرض. تماما. هلا التفكير هو أمر مهم بحياتنا، أصلا هو اللي بيميز البشر عن غيرهم، بس هذا هو ضروري ومفيد طول ما هو بالحدود الطبيعية. شو هو الحد الطبيعي؟ الإفراط فيه بفوتنا بمتاهات مثل ما قلتي. الحدود الطبيعية هي إنه ما يعطلني، ما أنا أكون متحكمة فيه، يعني أنا أقدر أني أنا بدي أفكر أو أنا ما بدي أفكر. هلأ مثلا أنا طالعة مشوار ففيني بهذا المشوار ما أفكر، بس إذا أنا ما عم بقدر حتى أطلع على المشوار لأنه الأفكار مسيطرة علي، إذن أنا هون صرت فوق الحد الطبيعي. إذن كم التفكير ونوعية التفكير ومحتوى التفكير هو اللي بيحدد هل هو طبيعي أو ما هو طبيعي. تماماً. كم ونوع وتواتر ومحتوى وقديش المحتوى اللي نحن عم نفكر فيه مهم أو لا. مهم ولا لا؟ مثلاً أنا ما فيني أمنع طالب بكالوريا بعد بكرة فحصه إنه ما كتير يغرق بالتفكير بالنتائج بالفحص بورقة الامتحان المؤتمتة إلى آخره، فهون صار عنده ظرف جوهري، فالتفكير فيه وإنه يعطي حيز من وقته وأفكاره لإله شيء طبيعي ولا يعتبر overthinking. ولكن بالأيام اللي نحن منقول فيها بدائرة الراحة، الأيام الطبيعية العادية مثل الأيام اللي نحن عم نعيشها، ما بعرف إذا كانت بسوريا طبيعية وعادية. anyways التفكير الزائد شلون بتتظاهر أعراضه عند شخص يعتبر يكون طبيعي، يعني عم يمر بحالة طبيعية ما عنده شيء ضاغط؟ هلأ إذا مثل ما قلت إذا كان في عنا سبب مبرر للتفكير وكنا عم نفكر وتفكيرنا عم بيجيب نتيجة، يعني إنسان طبيعي وقت بده يفكر هو عم بيفكر لحتى يلاقي حل ليحل مشكلة، بيختار بديل من البدائل. تماماً. يعني أنا عم بوصل لنتيجة ومجرد ما وصلت لهي النتيجة وحليت المشكلة أنا ارتحت، توقف عندي التفكير. طيب بالموضوع والأعراض كيف تتظاهر لشخص عنده فرط تفكير؟ إذا كان في عنا فرط تفكير هون وصلنا أو فتنا بدائرة المرض. أنا ما عم بقدر أوقف تفكيري ولا لحظة، يعني دايماً أول شكاية بشكوها عنا بالعيادات ما عم بقدر، دايماً 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 أنا كتير تعبان، راسي شغال، مخي شغال. اثنين، ببلش عنا يصير في أعراض خلينا نقول جسدية ونفسية. الجسدية بتكون بالأرق، ما بنقدر ننام، بصير عنا اضطرابات هضمية، حتى بصير في عنا أعراض جسدية العلاقة بارتفاع درجة القلق. ورد التفكير المفرط مرتبط باضطراب القلق، وبالتالي أعراض فرط القلق كلها بتظهر عند اللي بيكون عندهم overthinking. تعرقات، تعرق، ضيق تنفس، تسرع، تشنجات هضمية، غثيان، رجفة، دوخة أحياناً. فكل هاي الأعراض بشدة بالوصول لساعات من التفكير وعدم القدرة على أنه نحن نوقفه بيصير في كله أو بعض منه. كمان بيصير في عنا أعراض نفسية اللي هي لها علاقة بعدم القدرة على اتخاذ القرار.
انه انا بضلني عم دور بدائره مفرغه، انا ما عم بوصل لنتيجه. عدم القدره على التركيز، يعني انا بكون قاعده هون سارح باشياء ما لها، عم يعطي اشكال الوان وهو ما عم يركز مع حدا، يعني ما عم بيركز بالحواليه، ما عم بيركز بحياته، ما عم بيركز تشتت، عم بتشتت، بيصير ميال للعزله طبعا، لانه هو مو قدران يكون مع حدا. يعني مثلا بيشكوا بانه نحن قاعدين مع العالم بس نحن مو معهم، فبلا ما نكون معهم اصلا لانه بننحرج، بيجوا بيسالونا عن شيء عم بيصير ما بنعرف نجاوب، هون بيكون اخرهم بمكان ثاني. كمان بيصير في عندهم طبعا كل هاي الاعراض السيئه بدها تاخذهم لوين؟ لانخفاض المزاج، للاكتئاب، اكتئاب، قلق، توتر، كل هدول الاعراض ممكن يكونوا عند اللي بيكون عنده اوفر ثينكينج، تفكير زائد. طيب شو الاسباب يلي بتدفع هذا الشخص ليكون من الاشخاص اللي عنده تفكير زائد؟ قلنا التفكير هو شيء طبيعي وهذا شيء منطقي لازم يكون في اي انسان، ولكن هذا الشيء الزايد شو سببه لحتى وصلنا كاشخاص لهي المرحله او لهذا المكان؟ تمام. هلا اول شيء انا بحب اقول انه بكل سبب من اسباب مشاكل نفسيه بيكون في عندنا شغلتين مهمين، واحد وراثه، الاهل، استعداد، المحيط، استعداد، بعدين محيط واهل. تماما. في الشخص اللي بيكون بدائره القلق والاوفر ثينكينج هو اصلا عنده استعداد وراثي بالجينات انه يكون انسان درجه قلقه مرتفعه عن الحدود الطبيعيه. أوكي. بتجي الظروف والحياه يلي هي بتأجج هذا الاستعداد وبتخليه ظاهر. طرق التربية اللي احنا بنخضع لها ببيوتنا عند أهلنا بأنه دائما نحسب حساب لشو بينقال وشو ما بينقال، صح، للأشياء بالمجتمع، مخاوف، قلق، توتر، دائما عم بيحطونا بخانة أنه نحن نكون مثاليين. تماما. واللي ما بيحسب ما بيسلم. تماما. هاي من الأمثلة اللي بتخلينا أنه يعني على طول، يعني معلش لو هيك طلعنا شوي عن الموضوع او هيك رحنا لشيء موازي للموضوع، عندنا امثال شعبيه تكرس وترسخ انه الاخر نظرته لإلي اهم من نظرتي لنفسي. بالضبط. يعني البيس ما يليق الناس وكل ما تشتهي نفسك، يعني اخر شيء بيقول لك انه ما تهتم بحالك كثير، اهتم براي الناس عليك. قديش هي البيئه الاسريه يلي بتحيط اطفالها باراء العالم، ببيت جده شو بدهم يقولوا، بعمته شو رح تحكي، بتؤدي لتفكير مفرط بالمراهقه وبالبلوغ. تماما. بالطفل مثله الاعلى وكل شيء بيعملوه اهله هو الصح، وبالتالي انا اذا بنشا على انه انا دائما لازم اكون منتبهه، ما هيك ما بصير اقول، هيك بصير اقول، هيك بصير اعمل، ما لازم افشل، لازم احصل على العلامه الكامله، لازم اكون هيك، كل هي القصص بتخليني دائما انا بس اكبر نشات على هذا الشيء. خلاص انا دائما عم اعيد، مثلا كنت بمكان حكيت شيء برجع على البيت، يا ترى صح؟ لا مو صح، كنت لازم اقول هيك؟ لا ما لازم اقول هيك. تشكيك دائم. فتنا بلشنا بقى هون، بلشنا انه انا فتت عم بحسب الحسابات، شو قالوا عني؟ هيك صح؟ لا يمكن كنت هيك افضل، وفتنا بالدائره. فكتير موضوع التربيه للاسف هو بأجج الاستعداد اللي بيكون هو اصلا موجود عند الشخص. واحيانا التربيه لحالها بدون استعداد احتمال تعمل شويه مشاكل العلاقه بالاوفر ثينكينج. في كمان من الاشياء المهمه اللي لازم نضوي عليها هي بعض الاضطرابات النفسيه اللي بتترافق بالاوفر ثينكينج. فعندنا الوسواس القهري، عندنا الاكتئاب، عندنا القلق، عندنا اضطراب شده ما بعد الصدمه اللي PTSD بتترافق بكثير من التفكير الزائد، اضافه الى المرور بتجارب مؤلمه. يعني انسان بمر بتجارب مؤلمه وفيها فشل وفيها يعني ألم على الصعيد النفسي له، بصير كثير يخاف ويحسب حسابات ويفكر كثير، يفوت كمان بهي الدائره، يفوت بهي الدوامه. طيب اليوم نحن احد الاشخاص حوالينا يمتلك هذا اللي فينا نعتبره هو التفكير الزائد، لازم اتجنبه؟ لازم حاول ساعده او دله على طريق صحيح انه شوف حدا اختصاصي نفسي، مرشد نفسي يساعدك تحاول تطلع من هي الحاله او على القليله تخفف من دوز التفكير الزائد؟ شو لازم اتصرف معه؟ اهرب منه او دله على الطريق الصحيح؟ هلا هو مو نهرب منه او نتجنبه بقدر ما انه نحن نفهمه. هلا مجرد ما اعرف انه انا حدا عم بتعامل معه هو بدائرتي القريبه عنده الاوفر ثينكينج، فهذا الانسان لازم طريقه بالتعامل معه، ما كرر السؤال عليه، ما اوتره، ما احقق معه، لانه هو دائما في شيء جواته عشان ما يحسب حساب زياده. لا هو كمان طاقته مستهلكه بالتفكير وبالتالي بيعصب بسرعه، بيضيق خلقه بسرعه،
فأنا كثير منيح أول شيء أساعده إنه يوعى بمشكلته. يعني احتمال يكون هو أصلاً منه منتبه أو هو ما بيعرف غرقان بالأفكار ومو منتبه إنه غرقان. أساعده إنه يوعى إنه أنا شايفة إنه أنت مثلاً كثير عم تحسب حساب أو أنت كثير عم تشارك ما بدي أحملك هالقد تماماً. شو رأيك مثلاً تبحث عن هاي المشكلة، تشوف لها علاج لحالك بالبداية، بعدين طبعاً إذا أنا قدرت أقنعه أوجهه لأنه يروح لمختصين طبعاً هذا الشيء الأفضل. تمام. طيب على النقيض، على النقيض من الأوفر ثينكينج، في عنا اللامبالين إنه لو بتقوم الدنيا حواليهم آخر همه. يعني كمان بنرجع لأمثالنا الشعبية، تعلمتوا هذا المثل هون إنه شو ما جرى طنجرة، شو ما صار ما بيهمني، شو ما بدكم يصير إن شاء الله بتقوم الدنيا، بينزل الراتب ما بينزل، ابني بيرسب بالجامعة، بينجح بالمادة، بيرفع ما دخلني. هذا كمان بيسبب الجلطة بصراحة. يعني كمان مثله مثل الأوفر ثينكر. طيب نروح للنقيض أو الطرف الإيجابي من التفكير الزائد، ما له ولا جانب إيجابي. قريت ببعض الدراسات بالـ WHO إنه بعض الناس اللي عندهم تفكير زائد هن مبدعين بالرياضيات، مبدعين بالفلسفة، مبدعين بالرسم، عندهم جانب إبداعي، ما فينا نسخره لخدمتنا هذا الجانب؟ هلأ مثل ما قلنا ببداية الحلقة إنه التفكير أصلاً هو شيء مهم، بس الشعر اللي بتفصل بين إني أفوت باضطراب وإنه أنا أكون عم بفكر زيادة بالمجال اللي أنا بدي إياه هي يمكن إقلال اللي بيحصلوا عليها. لهيك إقلال يمكن الدراسات اللي بتقول إنه هو سبب من أسباب الإبداع. ليش ورد؟ لأنه نحن عنا طاقة للتفكير، فإذا أنا فتت بالأوفر ثينكينج معناها أنا عم أفكر بتفاصيل ما أنا مهمة وعم حقق كتير وعم دور بدوامة معينة، وبالتالي طاقة هذا التفكير بدها تنصرف بمكان ما أقدر أستغله بالشي اللي أنا بدي إياه. مثل ما قلت لك هي شعرة بتفصل، فكتير صعب على إنه اللي بيفوت وبيبلش بهذا المجال يقدر يحط هذا الفاصل او حد يمكن انا ما بدي اطول. كانت بحيز زماني اوكي، يعني اذا ببروجكت معين اقترنت لمده شهر تماماً. اوكي وانف، بس انه نكمل كل حياتي هيك يقدر يوقفهم بصير صعب عليه، لانه هو بصير نظام حياه. يعني بس بلشنا فيه فتنا كانه نظام حياه. تماما. يعني صح في ابداع وممكن يلعب هذا الجانب دور كبير، ولكن رح يسرق شيء من حالنا وهو التوتر، القلق، الضغط يلي هو عايش فيه هذا الشخص كل وقته. تمام. العلاجات كيف لازم يتم علاج هذا الشخص؟ هل فعلا لازم نتوجه للعلاج الدوائي لحتى نخفف من القلق التوتر يلي عايشه، لحتى نخليه فعلا يقدر ينام، الدماغ اللي عم يشتغل انه نخفف له منه نوعا ما، ولا لا ممكن هيك بحوارات بسيطه او مراجعات عند الطبيب نساعده على حل هاي المشكله؟ تمام. هلا الموضوع اللي بيحدده هو درجه القلق المصاحبه للاوفر ثينكينج. يعني اذا كان من خفيف لمتوسط فينا نشتغل بس علاج سلوكي معرفي مع هذا الشخص ونوصل لنتائج كثير ممتازه، بس اذا كنا عم نحكي من درجه متوسط الى شديد، اذا الخلل بالنواقل العصبيه المرافقه للقلق مثل ارتفاع الكورتيزول بالجسم هي بقى بدها تجر له كثير مشاكل، هون نحن بحاجه لادويه لحتى تساعدنا بالعلاج السلوكي المعرفي. يعني بيكون هو بده ياخذ علاج دوائي زائد سلوكي معرفي. العلاج الدوائي كثير ناجح، مثل هو بيظبط بيركلج النواقل العصبيه وما في ادمان، اهم شيء مشان اشخاص لا أبداً. ادمان ابدا، تعود على المواد اللي ممكن عم ندخل لجسمنا، ما انا مهدئات، المهدئات ما بتفيدنا، هي مسكنات. لا نحن وقت اللي بنقول في خلل بنواقل عصبيه، في قلق مرتفع، اذا في ادويه هي ما انا يعني امنه وليست ادمانيه. هذا واحد. اثنين نروح للعلاج السلوكي المعرفي اللي هو بده يساعد هذا الشخص على عده اشياء. اول شيء بيعلمه اشياء سلوكيه تخفف من درجه القلق. تماما. اشياء سلوكيه لها علاقه بممارسه الاسترخاءات، الاسترخاء التنفسي، الاسترخاء العضلي، الاسترخاء التخيلي، الرياضة، ممارسة الرياضة، بناء روتين إيجابي. هاي الأشياء كلياتها بتساعد هذا الشخص سلوكياً على أنه هو يخفف من درجة توتره وقلقه. تمام. بس انخفض التوتر والقلق إذن بده ينخفض معه التفكير حتماً. لأنه هو التفكير المفرط بترافق مع القلق. هذا واحد. اثنين بننتقل للجانب المعرفي بالعلاج. نحن بنقول CBT هو سلوكي معرفي. المعرفي بقى هون هو المهم، اللي هو بيحط الشخص بانه اول شيء يمكن ذكرت هاي المعلومه يوعى بالمشكله. تماما. اعاده قولبه الافكار الباطنيه، انه يرجع نستحضرها للوعي ونرجع نحن ننمذج افكارنا ونوعى بالمشاكل، صح؟ تماما. هو يوعى بوجود المشكله اولا، ثانيا يحددها،
يحدد مصدره، انه انا وين عم افكر زياده، بشو هي الاوقات اللي بفكر فيها زياده، ليش تماما اهمها ليش تماما شو النتيجه تماماً. هلا انا عم حاول اسرع شوي لانه عم يخبرونا بالكنترول انه وقت الفقره شارف على تماماً. الانتهاء هي انه بالاخير انه نحن بنكتب بنعلمه انه يكتب الافكار، يكتب أسوأ. انا عم فكر بهي الفكره كثير، شو أسوأ احتمال ممكن يصير، واذا صار هذا الاحتمال شو ممكن اعمل، انتقل للمنطقيه اكثر. انا بالخيال عم بسرح ما انا عم حاول اعمل حلول، انا بنتقل للواقع بحاول بكون منطقي اكثر، ومندربه على انه يتعلم حل المشكلات. انا بمشكله بدل ما اني قاعد اتفرج على المشكله وفكر فيها لا انا اقوم اعطيني حل. تماما. يعني ما ضل غير نتشكر كثير لوجودك معنا، ونتمنى هيك البيئه السوريه تكون نفسيا داعمه لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا، ما نضل عم نفكر بألف قصه باليوم بس لنقدر نكون على وجه سطح الماء، وما بلوم اي حدا بيكون هيك عم يفكر. شكرا لوجودك، يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. وهلا مشاهدينا رح ننتقل لمطبخ صباح الخير ونبلش.